انتقل بعض العبيد إلى مواقع الأحرار. أينما انتقل بعض الأحرار إلى مواقع العبيد، فكم من عبد وقف مع الحسين ليعلم الناس كيف تكون حرية القرار، وكم من حر ضيع حريته مع يزيد وأصبح عبدا من عبيد بني أمية. الدرس رقم المليار من دروس نهضة الحسين عليه السلام يقول: إن الموقف هو الميزان، فرب شريف في الظاهر يصبح بمواقفه وقودا لجهنم، ورب وضيع في الظاهر يصبح بمواقفه من سكنة الفردوس. الحديث عن عاشوراء لا يقتصر على الحديث عن وقائعها، وإنما هو حديث عن عبرها أيضا. وإذا كانت الوقائع قد انتهت في كربلاء، فإن عبرها باقية أبد الآبدين وفي كل مكان وزمان. لقد تحولت التربة التي أريقت عليها دماء الحسين، تحولت إلى سماء مرفوعة تعلو ولا يعلى عليها. لقد تحول الحسين عليه السلام بالموت العزيز إلى جوهر للحياة الكريمة. لقد رفض الحسين البيعة لباطل يزيد، فنصبه الحق سلطانا على كل البشرية في هذه الحياة. خان بعض الناس بيعتهم للحسين، لكن الدهر بايع الحسين، والزمان بايع الحسين، والمكان بايع الحسين، والشمس والقمر والنجوم والسماوات جميعا. كانت الجنة تقترب إلى الحسين كلما كان يقترب هو إلى الشهادة، فقد أزلفت إليه على وعد باريها، وأزلفت الجنة للمتقين.